يقول: وإذا العشار عطلت. العشار هي أنفس الأموال عند الناس من البهائم، والعشار هي التي يعني معها ولدها، هذه تكون من أنفس الأموال. وإذاك حتى في دية القتل أن تكون يعني بعضها حمل يعني ستلد الآن يعني، فالعشار هي المعوشرة التي بلغت الشهر العاشر وقت الولادة يعني وقت الولادة. قال: هذه تعطل، يعني الناس لا يريدونها الآن. لماذا؟ الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك.